السلام عليكم. وعليكم السلام يا أمل، اتفضلي. ازيك يا دكتورة أمريكا؟ أنا اللي كنت كلمت حضرتك الأسبوع اللي فات. خير، اتفضلي. اللي هو بخصوص بس الخط قطع، معرفتش إن أنا أكمل. بخصوص الحلم بتاع أخويا اللي كان جايب 3 كيلو صابون وتحوله للبن، فاكر حضرتك؟ طب عيدي تاني. طيب، بابا كان هو اخويا متوفي، وكان بابا حلم ان هو جايب 3 كيلو صابون وتحوله لبن، وبعدين قال لبابا انا رجلي بتوجعني، فبابا خده وراح للدكتور. لقى الدكتور ده هو الشخص اللي عمل فيه الحادثه. ايوه افتكرتك. طب انتوا سالتوا صاحبه زي ما قلت لك الاسبوع اللي فات؟ رحنا سالنا صاحبه وقلنا له على موضوع الحلم وكده. قال انا ما شفتش حاجه. ما شافش حاجة. بيقول انا ما شفتش حاجة، مش عارفة بقى، مش راضي. يبقى الموضوع كده خلاص، نتجه للرؤية، تبقى الرؤية حق زي ما قلت لك. هو قال ما شفتش حاجة. المفروض هو قال ما شفتش حاجة، بس في ناس كانوا واقفين وبيقولوا ان هو كان جاي في، هو اصلا الطريق مزدوج، فاخويا كان جاي في طريقه والشخص التاني دخل عكس الطريق. جاي مخالف، فاخويا كان داخل الفتحة عشان يروح الطريق التاني، فالتاني دخل فيه. ده الكلام اللي الناس كانوا واقفين، اللي الناس قالته، لكن انا كنت بستشهد بصاحبه اكتر. يبقى طب كملي المنام. صاحبه قال ما شفتش حاجة. ما شافش. طب كملي المنام. فاحنا رحنا للمحامي. المحامي اصلا كان عامل سجن وكان عامل تعويض، فقلنا له برضو على موضوع الرؤيه، وقلنا ان حضرتك قلتي هو وقع على ظلم. قال خلاص لو كده انتوا عايزين تتنازلوا عن السجن تنازلوا، بس كنت ده رايي على فكره، كنت لسه هقول لك ممكن تاخدوا تعويض، ده محلل جدا. هو قال لنا كده، قال وديه مسلمه الى اهل. تمام. فهو قال لنا كده، فانت راي حضرتك ايه؟ رايي معاه طبعا. طيب انا برضو هقول بس حلمين بسرعه كده، اتفضلي. مش لهم علاقه بالرؤيه بالقضيه. طب بسرعه يا امل علشان بس التليفونات. اتفضلي يا امل، اتفضلي. بابا برضو حلم ان هو في مكان واسع كده شبه المدرسه، وان احمد اخويا واقف في الحوش اللي تحت، فالشخص اللي كان خبطه ده جايب ناس عشان يتوسطوا له عشان يصالح ابويا ويتنازل عن القضيه. فبعدين بابا طلع فوق والناس طلعوا وراه، بابا سابهم ونزل لأحمد أخو. بابا بيقول لأحمد أخويا، بيقول له ليه يا أحمد اتنازلت عن القضية؟ قال له خلاص يا عم. قال له خلاص؟ قال له خلاص يا عم، أنا اتنازلت خلاص. تمام. ورؤية تانية إن هو إن إحنا لينا القصر كبير، فبابا راح القصر ده، وبعدين الشخص اللي خبط أخويا ده جه عندنا البيت اللي إحنا ساكنين فيه. ماما بعتته قالت له لأ، ده هو بابا يعني في القصر، روح له هناك. فراح له، بابا قعد يزعق له وخرجه من القصر وقال له لأ، أخرج من هنا، اللي جايبك هنا. وبعدين قال له، كان القصر ده اصلا كان فيه عمال شغالين فيه بيجهزوه، وكان فيه ما بيننا وبين الجيران بتوعنا كان فيه زرع كبير قوي. بابا بيقول انا ما شفتش في جماله في الزرع ده. فبعدين قالوا عايزين، الجيران قالوا عايزين نعمل سور او جدار بيننا وبينهم. قام بابا قال لا، الجدار ده يتعمل في وجودي. وبابا لقى انوار كتير قوي، يعني نور كتير، الاضاءه زايده قوي في القصر ده. فقال لا، انا عايز، بيدور على مفتاح الكهرباء، القبس بتاع الكهرباء عشان خاطر يقلل الانوار دي. فما لقاش، قال لا خلاص انا هروح للسكينه العموميه عشان انزلها عشان يطفى كله يعني. فصحى بقى على كده. ما بس الدكتور خرج من القصر. تمام، هو خرجه. طيب شوفي بقى يا ستي، الرؤية دي خلينا في الرؤية التانية الأول. أولا الدكتور خرج من القصر، معنى كده أن الموضوع بتاعه هيتحل والمشكلة هتزول تماما. من بعدها ظهرت الزرعة الخضراء والأنوار بالشكل اللي باباكي شافه، الشكل الجميل قوي قوي قوي. فأنا شايفة أن خلاص الموضوع ده بعد ما هينتهي تماما إن شاء الله رب العالمين، ربنا هيكرمكم جدا جدا جدا. واضح كده أن الدكتور ده على فكرة ممكن يكون عنده حاجة أو عذر شديد جدا جدا، في عنده ظروف سيئة جدا، فربنا يعني وكلكم انتوا ان انتوا تعطوا له السماح. فربنا يا رب يرحم أخوك ويتولى برحمته،
خدي بالك ان الرؤيه اللي قبلها برضو اخوكي قال خلاص يعني مش عايز حقه او سامحه او كده، فالرؤيه دي حق جدا لان باباكي من جواه عايز ياخد الحق. فلما يجي ابنه يجي يقول له الكلمه دي، احنا لو قلنا عقل باطن يبقى الاب شقي يشوف ان ممكن يقتل الدكتور، ممكن ان هو يشوفه داخل سجن، يبقى شايف دايما العذاب متوجه للدكتور. لكن ان هو يشوف حاجه عكسيه ومن حد متوفي في دار الحق يقول له لا خلاص، فخلاص يعني عفى الله عما سلف، وان شاء الله رب العالمين ربنا يعوضكم خير ويربط على قلبكم بحق لا اله الا الله. والله اعلم. والله.